الحين بعد الغد انا كذا فاكين يعني احنا نمثل الواقع هذا واقع تبون نجيب اطماع وانا قاعد اقرا لكم عشان لا تخصم عليكم واحد كاتب اذا المتسابقين ما حضروا فقره فارس الريالتي الخصم عليهم انا ما عندي خصم انت انا اللي يجي فقرتي يجي من غلط وتقدير ويوم الله 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 انت مين الله 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 يا شيخ الله الله يا الله الله يا اهبل التويه يخرب بيتكم يا ولد 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 لا يا بل اسمع بشوي رمان بالبطيء بالبطيء يلا كانك تطلق عليه واحد يرميني معه ذا الموت اللي على الجنة لا يا غبي رمان يا اخي مثل باشا خلاص حي خلاص مثل يلا خلاص انتهت هدنة هدنة خلاص اوكي خلوني امشي انا لا عاد اطول اكثر من كذا خلاص اي والله الله ريالتي انتهى ريالتي خلاص طيب يلا واحد روح ياذن يلا ايش ايش حسن روح ياذن يا حسن الدوسري ابشر يلا بسم الله يلا ابشر يلا غطوا يلا بسم الله هذول يا الربع يلا 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 اذان اذان يلا اذان ليش سلام ليش سلام وضعكم وضعكم بيض شوي لا تنام لا تنام لا تنام طبيعي انا الله يجعلك السجني طيب قولوا لا 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 خلصت الحلقه ولا لا ها طيب حنا هوا دقيقة حنا هوا خلينا نرجع الأغراض خلينا نرجع الأغراض وحسن روح حسن روح صلي تعال تعال حسن روح روح خلونا نرجع لا يا أبكيك يا زين اسمع أبكيك يا بارز هيا هيا خلينا نرجع الأغراض يلا 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 شباب يلا الله يسامح رتب والله لا يدري أبو فزة الله يسامحك والله لا يدري فارس الله يسامحك لا لا اجلس اجلس يا فارس اجلس رجلي انجرحت شوف فارس اجلس من وين من هنا ايش دخلني أنا هذه الطلقة اللي طلقتها قبل شوي إيه؟ وجيت احميها في هذا الطلقة اقول له انا بنقذك خلاص خلاص روح قال اطلق علي يطق علي بموت انا دافع عنك يقول ابغى اموت زعلان الكاميرا يلا خلاص رجع الاغراض يلا خلاص 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 يلا وين وين